لا انا بقول لا، انا هضرب بالخصم. ابلع عليك يا غا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم اخواني في الله؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. قبل لا نبلش هذا المقطع، صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اذكروا الله يا شباب، لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا شو خير. المهم اللهم صل على النبي. موضوع الفيديو كالآتي، انه احاول ارفع 250 مليون، يعني العب تقريبا هسه 10 ضرب 23 230 مليون. تمام، طيب حلو، معناتها راح ارفع انا اذا لعبت، اذا فزت 10 ستريك ورا بعض معناتها انا فزت 230 مليون. اذا فزت كمان جيم بصير 250 مليون بدون اي خسارة طبعا. فبترككم مع المقطع، ويا ريت توصلون هذا الفيديو 500 لايك ان شاء الله، ومشاهدة ممتعة. هاي شباب، نلعب على طاولة برلين. بسم الله، نحاول نوصل قديش؟ مليار ونص، يعني نرفع 250 مليون. بسم الله. طبعا الدنيا نار، يعني انتو شايفين وجهي كيف عم يلمع بسبب قد ما الجو نار. وهي يا شباب ضايلي طابة، ان شاء الله غير نفوز. هاي حركتكم انتو. كيف طريقة التصوير شباب؟ والله انها بتجنن، يعني من ناحيتي عجبتني كثير، بدي اجربها المرة، اول مرة بجربها ان شاء الله انه اضلني احسن في القناة. حلو، الحمد لله. اول جيم، انت قاعد جيم اللي بعده. ايه لازم افوز انا 10 جيم، كثير كثير. بسم الله. طب جميل، دوره من باكستان. ان شاء الله ما يفوز. ما جابها مع اني بنسال. حلو، خلينا بسرعة نفوز. تيجيك شباب صح؟ ميمي. بس هسه بدنا نحاول نجيب الطابة الأخيرة. كمان كمان اديني نار، ولا بقعد تتزنخ. حلو يا شباب، دور تيجي مع شباب. لا انا بقول لا، انا هضرب بالخصم. ابلع عليك يا غا. منين هذا؟ Let's do this، يعني انت تقدر تعملها. اوكي انا اقدر اعملها. I can do it. انت بنقول لا I can، فيش مكتوب you can do it، انا بقول I can do it. اقبعي العب. ايش مط اي مط. فزنا اول ثاني جيم، ثاني جيم، ثاني جيم. يا محاسب ابو بلالك شو الجو. العب جيم ثاني، ما اقدرش احط مروحة هون عشان ما يطلع صوت المروحة.
هذا منين؟ انا بقول من باكستان، من هند، حدود الهند ما شاء الله عليها. طب حلو، بما انه انت ابو الحظوظ، معك يحيى ابو الحظوظ كمان. حلو، هاي شباب ضايع طابتين، تحركيتكو هاي صح. بعرفش ليش والله يا اخي، الواحد بيستفيد من هاي. بكره اكثر المحترفين بيسووها، اكثر المحترفين بيسووها، يعني مش بس انا، يعني اساس ان انا محترف. يا خطير يا خطير، هذا ثالث جيم، ننتقل على الجيم اللي بعده ان شاء الله نقدر نفوز الحمد لله. ثالث جيم، طيب قديش؟ سبعة. لوكي لك، لكي لكي اتوقع لكي يعني حظ، محظوظ زي هيك. اخر هواي معناتها اتوقع هي صفة، ايش بعرفني. وهيا يا شباب طايلو طابتين، شو بدي اسوي؟ سكراتش. ما جابتش، ما جابش. كيف عندك هون؟ بسم الله. بس كيف تجيب بند؟ عفوا البنية، مش البنية، البرتقالية. هنا السؤال. أوه بند، ما خطر بالي هسه تاخذ. لا بعدنا ما قررنا، لأنه الله يستر. هذا خطير خطير، الحمد لله هذا الرابع جيم. طيب قديش؟ ستة. أهلا، لقب النصال، لقب النصال. طفشتي والله، شفت المرة اللي بنت فلازم أخسرها. يا حبيبي يا قلبي، ان شاء الله نفوز عليه، عفوا عليها. حلو 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 حلو، هو فزنا خمسة، ضايلي خمسة، فايف. عمار، اي لاف يو عمار، بانياس السهل، يا رب ينسحب لي، بقول ينسحب يشوف هيك يتبرع لي. من البحرين، تحية لأهل البحرين، أول مرة أفوت مع بحريني، طبعا لحد الآن ولا مرة كتب لي أنا واحد من البحرين على قناتي، يعني من البحرين يثبت لي وجوده إذا سمحت. والله يا رب هذا اوصل بسرعة مليار ونص يا رب. طبعا قديش معي استريكات انا؟ ستة، اذا بفوز كمان خمسة بصيروا 11، 11 يعني 11 سترايك. سترايك ولا ستريك؟ ايش مدريني؟ بابا روفي ذكي النبي، عالم اطفال، عالم جميل. فزنا، شمس والله العظيم، شنيس يا زلمة. هقول جيب هذا كمان يشنس، بالله عليك لا تشنس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
يا شباب مستر خادي خاطر بحياته ولن تفلح معه، فاحنا بنجيب الجيم بسم الله. على السريع على السريع بنفوز عليه. وهي يا شباب ضيزر، فان شاء الله نقدر افوز. والحركة الشهيرة حركة المحترفين، هاي شباب والله حركة المحترفين قسم بالله ما حد بيقدر يجيب كل الطابات مباشرة الا اذا كانوا سهلات يعني. كلوز ماي فريند، انا بدي اجيب لانه 10 ستيك صدير، انا اجيب 10 ستيك وبدي ادفل. انا سوري جوتران، ثانك يو ماي فريند، اشكرك، الحمد لله نفست. شباب شباب ايش ضايل كم فوز؟ قلنا احنا اذا نفوز 10 جيم معناتها فزنا 230 مليون، تمام. ضايل جيمين، 2 جيم، من وين هذا؟ من الهند يا حبيبي. دورو معقول شباب عشان نسمعه بن طبعا. والسودا كيف بدي العبها؟ حلو 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 حلو. اذا بخسر الجيم بدي اطلع، مش فليلة يعني، خلص كفي. اوه الله عليك، الحمد لله. كيس كم ستيك عندي؟ 8. كمان فكرت ما فاتت، الحمد لله. 9 ستريك شباب، 9 ستريك 9 ستريك. ضايل جيم واحد وارفع 230 مليون دون اي خسارة، دون اي خسارة. وهي يا شباب الشاب قاعد يعلق لي، فنشكره لانه اصلا فزت، اعتبر حالي فزت ان شاء الله باذن الله. اسف اقول لكم ليش، لاني محترف ان شاء الله غير افوز عليه، هذا الانسان اللي زي هيك لازم يفوز عليه. كمان حلو، ميمين 100 100. طبعا من وين هذا؟ مختار من جيرماني، يعني من ألمانيا. أيوة وبعدين تيجي شباب تحت تجيش. هذا خطير، لو قسما بالله خطير. الحمد لله نفست، هذا الفوز العاشر، يعني انا رفعت هسه 230 مليون. طيب حلو، بنفوت اخر جيم وبنفوز 250 مليون. كيف هيك؟ 250 مليون تتوقف يا شباب خلال، طبعا لحد انا المونتاج تبعي قديش؟ 25 دقيقة و51 ثانية. وهي يا شباب ضايل السودا بفوت 250 مليون دون خسارة. اوه الحمد لله انه فزت الجيم، الحمد لله. سكرجت؟ لا الحمد لله. ايه
هيك رفعت انا يا شباب قديش 250، ضايل جيم نرفع 1.5 مليار. تمام فالي، اوكي ماي مستر فالي ماي فريند اب فروم. طب اشتي حاول نفوز شباب. سبحان الله وخسرنا 11 سنين، كنا فزنا 250 مليون وشوي. وهيك يا شباب خلصنا الجيم، فإن شاء الله يكون نال إعجابكم. وإذا وكيف كان النظام اللي السيستم يزيد في الفيديو، وإذا بدكم زي هيك تصوير احكوا لي في التعليقات. وشو كمان لا تنسوا توصلنا قديش هذا الفيديو، قلنا احنا 400 ولا 500، وصلونا يا 500 لايك، واللي مش مشترك يشترك. وكان معكم يحيى من قناة يحيى تي في للبلياردو، وإن شاء الله في المستقبل للألعاب الثانية. السلام عليكم.